السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. إيه بقى يا جماعة الإفكت of common bile duct stone على الجول بلادر؟ الحكاية دي بقى اللي يحكمها إيه؟ قانون حط واحد اسمه كورفوازييه حط قانون قال لك في حالات الكالكولر اوبستراكشن اوف ذا كومن بايل داكت، في حالات الكالكولر اوبستراكشن اوف ذا كومن بايل داكت الجول بلادر مش هتكبر يا رجاله، بينما لو في مالجنانت اوبستراكشن للكومن بايل داكت زي تيبيكال اكزامبل كانسر هيدو بنكرياس الجول بلادر هتكبر يا رجاله. فالرسمتين دول حلوين قوي للكورفوازيلو، كالكولر الجول بلادر ما كبرتش، مالجنانت اوبستراكشن للكومن بايل داكت الجول بلادر كبرت. عشان كده كلينيكالي اما تيجي تحس جول بلادر ماس في حاله اوبستراكتيف جوندس او كالكولر اوبستراكتيف جوندس وتلاقي الجول بلادر مش محسوسه، ده عادي. او ان انت واحد يكون عنده اوبستراكتيف جوندس وتلاقي الجول بلادر محسوسه تقول يا نهار اسود دي غالبا مالجنانت اوبستراكتيف جوندس. فدي كلينيكالي مهمه قوي الحكايه دي. ايه الاكسبلانيشن بتاع الحكايه دي ليه عام؟ قال لك ايه بقى في الكالكولر اوبستراكتيف جوندس، هو مين الاصل بتاع الحصوه دي؟ قال لك دي اكيد دي جايه من كرونيكالي انفليمد جول بلادر فيها فايبروزس وكونتراكتد جول بلادر وفيها حصوات، والحصوه دي نطت سدت لي الكومن بايل داكت. فبالمنظر ده طبعا كالمعتاد اي اوبستراكشن بروكسيمالي هيحصل دايلاتيشن. انت بقى دلوقتي قدامك كام سكه عشان يحصل دايلاتيشن؟ دلوقتي انا قدامي سكتين، بروكسيمال دايلاتيشن في الكومن بايل داكت وبروكسيمال دايلاتيشن في الجول بلادر. هل الجول بلادر ممكن يحصل لها ديستنشن في الوضع ده وهي فايبروزد وكونتراكتد وكرونيكالي انفليمد بقى لها سنين طويله؟ فبيني وبينك البايل دلوقتي قدامه سكتين، سكه سالكه ديستنسبل تتمدد فيها ويحصل بروكسيمال دايلاتيشن اللي هو الكومن بايل داكت، وسكه يا عم سد دي فايبروز وكونتراكتد وكرونيكالي انفليمد غير قابل للديستنشن. فالديستنشن احسن اكتر هيحصل في الكومن بايل داكت، وبالتالي العيان ده هو هتبص تلاقي الجول بلادر بتاعته مش هتكبر. في فاكتور تاني كمان في الكالكولر اوبستراكتيف جوندس، الكالكولر اوبستراكتيف جوندس يتميز ان هو intermittent obstruction. ليه؟ الرسمة دي بقى تفتكرها اوعى تنساها طول عمرك. ده يا جماعة القاعدة بتاعت الحصوات، حصوة هي سدت الكومن بايل داكت، سدة تماما، بمرور الايام هيحصل بروكسيمال دايلاتيشن، سدة بس ابتدى يبقى هنا في حتة ممكن يمشي منها البايل، والاوبستراكشن بقى بارشال اوبستراكشن مش كومبليت، وكلها شويه الدايلاتيشن هيبقى بروكسيمال دايلاتيشن جامد جدا. فالبروكسيمال دايلاتيشن ده هيسمح للبايل ان هو يتصرف كله ويبقى خلاص الاوبستراكشن ما بقاش موجود، بس ده ما يمنعش ان الحصوه دي كلها كام يوم ممكن تتزحلق وتسد لك السكه تاني، بس هيكون اوريدي البايل اتصرف وحصل له درينج. فتتميز الكالكولر اوبستراكتيف جوندس او الكالكولر اوبستراكشن ان هو بيكون انترميتنت اوبستراكشن with minimal increase in the intrabiliary pressure. فعشان كل شويه البايل بيتسرب البيلياري بريشر ان جنرال مش هيعلى قوي، ولو عالي هيعمل لك بروكسيمال دايلاتيشن في الداكتس مش في الجول بلادر،
الفايبروز دي الكونتراكتيف اللي فيها كرونيك كوليستايتس. فعشان كده كالكولر اوبستراكشن الجول بلادر مش هتكبر يا رجاله. طبعا الكلام ده بعكس تماما المالجنانت بقى اوبستراكشن. مالجنانت اوبستراكشن زي مثلا كانسر هيدو بنكرياس الجول بلادر هيلسي والجدار بتاعها عامل زي بالونه وديستنسبل والوول بتاعها على فكره ارفع من الوول بتاع الكومن بايل داكت. فانت هتلاقي دلوقتي البروكسيمال دايلاتيشن البايل يتجمع اكتر في الكومن بايل داكت ولا في المور ديستنسبل هيلسي نورمال جول بلادر؟ طبعا مور في الجول بلادر. ده زائد الفاكتور الثاني بقى المالجنت اوبستراكتيف جوندس ما عندوش هزار لا بارشل ولا انترميتنت ولا ديسلوجينج ولا الحاجات بتاعه الفرافير بتاعه الايه الكالكولر اوبستراكتيف جوندس. انا المالجنسي اللي بيكبر باستمرار وبيضغط بيضغط بيضغط باستمرار ومفيش مخرج للبايل والبايل قاعد بيتجمع 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 فالانترابيليري بريشر عالي جدا. والانترابيليري بريشر العالي جدا جدا دون قدامه المور ديستنسبل جول بلادر هيتمدد فيها وتبقى الجول بلادر عامله لك سويلنج يتحس في العيان. فعشان كده هو يبقى الكالكولر اوبستراكشن الجول بلادر مش محسوسه عشان اولا الجول بلادر مش قادره على الديستنشن زائد ان الانترابيليري بريشر مش عالي قوي لان البايل كل شويه بيتسرب وبيحصل له دريمج. بعكس المالجنانت هيلسي ديستنسبل جول بلادر اللي مور ديستنسبل اكتر من البايل داكت والمالجنانسي ضاغط 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 فالانترابيليري بريشر عالي جدا والانترابيليري بريشر العالي جدا ده قدامه ديستنسبل جول بلادر فالجول بلادر هتبقى ديستندد وتتحس في العيان كماس. بس ارجع واقول لك لكل قاعده بقى شواذ في اكسبشنز للكورفوازيلو. ايه بقى الاكسبشنز بتاعتك؟ اول حاجه ايه رايك في جول بلادر فيها حصوات؟ حصل مايجريشن لحصوتين حصوه سدت الكومن بايل داكت هتعمل لك اوبستراكشن اوف ذا كومن بايل داكت ماشي وحصوه ثانيه سدت لك السيستك داكت. وانت عارف السيستك داكت لما بيتسد جول بلادر غصب عن عين ابوها هيحصل لها ديستنشن يا بميوكس ميوكوسيل يا بص يعني امبايما اوف ذا جول بلادر. او وليه حصوتين؟ طب انا في عندي حصوه مشهوره بروحين حصوه مشهوره بروحين اللي في الهارت مانز باوتش. الحصوه اللي بروحين اللي في الهارت مانز باوتش دي من جوه اليومن سد السيستك داكت تعمل لك ميوكوسيل او امبايما والجول بلادر هتجر. والستون في هارتمان سباوتش ضغطة من بره كومبريشن من بره على البايل داكت سدها فتبقى عاملة لك اوبستراكشن للبايل داكت من بره ومن خلال اليومن سد لك السيستك داكت من جوه عاملة لك ميوكوسيل او امبايما اوف ذا جول بلادر. وبعدين بقول لك ايه بقى القانون ده كله والاكسبلينيشن بتاعه قاموا على ايه؟ قاموا على ان الحصوه اللي جايه من الجول بلادر دي معاها في انفليمد سكند كونتراكتد جول بلادر. ايه رايك في الحصوه دي؟ حصوه جايه من نورمال جول بلادر زي مين مثلا؟ دي بيتقال عليها بقى الميتابوليك ستون اللي زي واحد عنده هايبر كوليستيرليميا واحد عنده هايبر كوليستيرليميا وكوليسترول سوليتير. دي كل المشكله هايبر كوليسترينيا ولسه ما عملتش لا كرونيك كوليسايتس ولا عملت حاجه خالص والحصوه الوحيده الفريده دي راحت نطه هنا اهو. فبيني وبينك لو حصوه جايه من نورمال جول بلادر لا فيها كرونيك انفلاميشن ولا فايبروزس ودي التيبيكال اكزامبل بتاعها بيكون الكوليسترول سوليتير كل مشكله العيان في الحياه هايبر كوليسترينيا. الجول بلادر لا فيها لا التهابات ولا انفلاميشن ولا انفكشن ولا حصل لسه حاجه. ده الاكسبشنز بتاعت الكورفوازيلو ان حصوات ويكون معاها انلارج جول بلادر يا اما دبل ستون واحده سد السيستر داكت واحده سد الكومن بايل داكت او الحصوه المروحين دي اللي في الهارت مانز باوتش
او حصوه جايه من نورمال ديستنسبل جول بلادر زي الكوليسترول سوليتير. نيجي للاكسبشن الثاني، مالجنانت اوبستراكتيف جونز والجول بلادر فيه ما كبرتش. ازاي دي بقى؟ على فكره من الكومبليكيشنز اوف كورونيك كوليستايتس وجول بلادر ستونز ان ممكن يحصل كانسر هيد اوف بنكرياس، او ممكن تكون بالصدفه كانسر هيد اوف بنكرياس ومعاه كرونيكال انفليمد جول بلادر. فبيني وبينك لو العيان ده هو عنده مالجنانسي وكانسر هيد اوف بنكرياس بس الجول بلادر كرونيكال انفليمد. بس خد بالك على فكره ان الكرونيكال انفليمد جول بلادر والجول بلادر ستونز بري كانسرس للجول بلادر وللكومن بايل داكت وللبنكرياس. فورده ان يكون المالجنانسي هنا هو حصل من الكرونيك اريتيشن بالجول بلادر ستونز، وكرونيك انفلاميشن ده ما بيحصل في البنكرياس. الاكسبشن الثاني ممكن يكون في مالجنانسي بس المالجنانسي سادد السكه بروكسيمال للسيستك داكت، فده اصلا اوبستراكشن هيكون نهون. ومع ان دي لو جول بلادر نورمال، يعني لو دي هي جول بلادر نورمال وطبيعيه بس الاوبستراكشن هنا في البورتا هيباتس، زي مثلا انلارجمنت اوف لينف نودز في البورتا هيباتس بميتاستاسيز او بليمفوما، يبقى دي سد السكه وسد لك هول بايل داكتس ولا تسمح بمرور البايل للجول بلادر عشان يعملها ديستنشن. فلو في اسوشيت كولونكولستايتس او اوبستراكشن اباف ذا ليفل اوف سيستك داكت، ده يبقى دون مع انها مالجنانت اوبستراكتيف جوندس او مالجنانت اوبستراكشن البايل داكتس لكن الجول بلادر مش كبيره. ده يا جماعه الكورفازيلو اللي بيحكم العلاقه ما بين الاوبستراكشن اوف كومن بايل داكت والجول بلادر وتكبر ولا لا والاكسبشنز بتاعتها. ايه بقى كلينيكال بيكتشر اوف كومن بايل داكت ستون؟ احتمال تكون ولا حاجه. لو مفيش اوبستراكشن العيان عايش نورمال ولا حاسس بحاجه خالص ونو سيمتومز. لو حصل اوبستراكشن اي اكيد مغص، ضل ايكينج بين او هايبر بريستالسيس هتعمل لك كوليكي بين، فضل ايكينج بين او كوليكي بين في الرايت هايبوكوندريم كالمعتاد، وزي اي بيلياري بين بيسمع في الايبيجاستريم وفي الرايت شولدر وفي الباك بلوزا سكابر. و على بلاطه يعني العيان هيكون عنده بيلياري كوليك، والعيان ده هو هتبص تلاقي مع البيلياري كوليك كالمعتاد في نوزيا وفومتنج الريفلكس اللي احنا متعودين عليه في اي اكوت ابل. والبيلياري كوليك المفروض لو عدت الحصوه هيخف، لو ما عدتش الحصوه الوجع هيستمر وهتقلب الحاله بغم بكالكولر اوبستراكتيف جوندس اللي احنا هناخدها في الفيديو الجاي. او لو الاوبستراكشن استمر، لو الاوبستراكشن استمر ممكن العيان ده بقى مع البين هيجي له اوبستراكتيف جوندس، الجوندس هيظهر ومعاه في سيفير فيفر ورايجر. الثلاثيه دي يا جماعه بيتقال عليها الشاركو ستريات، تشخص لك الكولانجيتس. ده الحكايه مش حكايه بقى اوبستراكشن للكومن بايل داكت، ده كمان ابتدى يحصل انفلاميشن نتيجه الستيزس والانفكشن ضربين لك في البايل داكتس، وممكن الحاله تتدور تتدهور وتخش كمان اللي فات دي اسمها الشاركوستراد بين فرايت هايبوكوندريم مع جوندس مع الفيفر والرايبر. لو ابتدينا بقى نخش في سيبتك شوك، مع الفيفر والرايبر دي بكتيريا داخل طريق الدم بكميه محدوده، لو الكميه زادت بقى هتبقى الشاركوستراد هي هي الثلاثيه هي هي، وهتبتدي بقى تبقى رينولدز بنتاد، هيزيد عليها السيبتك شوك والعيان هيبتدي يدوخ. ده العيان دون المنتال ستيتس بتاعته داخل في شبه كوما،
العيان ده هو طبعا بالمنظر ده بقت اسمها رينولدز بنتاد اللي هي السيبتك شوك، وطبعا ابتدى المينتال ستيتس بتاعته تخش كمان في كوما، يعني بمعنى صح العيان ده بيموت على بلاطه يعني. فانت عندك المانيفستيشن اوف كولانجيتس في الاول شاركو سترايد وابن حلال فيفر ورايجر، يعني شويه ده التهاب بس. دخلت بقى في السيبتك شوك يبقى انت فرنيلونز بيرتاد. السيبتك شوك بقى بكل المشاكل بتاعتها السيفير هايبوتنشن والمالتيبل اورجان فيلير والمينتال ستيتس اللي هي على فكره على بلاطه برين فيلير وداخل في موت. طبعا العينين دول لو كشفت عليهم اكيد ممكن تلاقي الجول بلادر مش محسوسه لان ده كالكولر اوبستراكشن، ولو لقيتها محسوسه ده يبقى مالجنانت اوبستراكشن مش ستون في الكومن بايل داكت ولا حاجه. العينين دول طبعا الديفرنشال دياجنوز بتاعهم ده كالكولر اوبستراكشن ولا مالجنانت اوبستراكشن في حالات الاوبستراكتيف جوندس. اتفقنا واحده من اهم اعراض الكومن بايل داكت ستون انها ممكن لو سدت السكه والاوبستراكشن استمر هنخش في اوبستراكتيف جوندس. ففي اوبستراكتيف جوندس الديفرنشال دياجنوز مهم جاء قوي، ده كالكولر اوبستراكتيف جوندس ولا مالجنانت اوبستراكتيف جوندس، ودي هناخدها في الاوبستراكتيف جوندس. investigations بتاعة الobstructive jaundice والتريتمنت بتاعنا بقى ايه. التريتمنت طبعا لازم هنا واحد يتقسم على طول، هو العيان ده عنده obstructive jaundice ولا عندهش obstructive jaundice. لو العيان عنده obstructive jaundice دي هناخدها في الobstructive jaundice. احنا الحالة بتاعتنا بقى ايه، استون في الكومن بايل داكت وزاوت obstructive jaundice، الحقني بال منظار اندوسكوبيك اهو منظار هخش بيه من على الابر جي اي تي اندوسكوبي، يعني منظار على الاسوفاجس ستومك ديودنم وقفلي هنا بقى في السكند بارت اوف ذا ديودنم. اللي انت شايفه ده الميجور ديودنال بابيلا، الميجور ديودنال بابيلا تك اعمل فيها انسيجن اندوسكوبيك بابيلوتومي. وانت بتقطع البابيلا طب ما انت هتقطع السفنكتر اللي حواليها، عشان كده اسمها كمان اندوسكوبيك سفنكتروتومي. انت كده بتوسع السكه، بتوسع السكه لمين؟ بوسع السكه بقى عشان ادخل لك جوه هنا هو في البابيلا دي اللي انا فتحتها والسفنكتر اللي انا فتحتها، بروح مدخل لك هنا هو انبوبه كسر، والكسر ده هي بيتنفخ في اخرها بالونه شد القسطره، شد القسطره من خلال المنظار البالونه دي هتروح زقه قدامها مين؟ الامباكتد ستون. وده الستاندرد تريتمنت في حالات الكومن بايل داكت ستون اندوسكوبيك سفنكتروتومي او بيتقال عليها كمان بابلوتومي ويز اكستراكشن اوف ذا ستون. وخلاص الامرجنس بتاعتنا فكت، بس الحكايه ما خلصتش، الجزمه دي اللي قاعده تضربنا بالطوب لازم تتشال. فالعيان ده هو بعديها الكتفلي كده هو نقول للعيان شفت بقى الجول بلادر عملت لك ايه والحصوات عملت لك ايه وما سمعتش انت كلامي وما رضيتش تشيلها، يلا بقى لازم نشيلها لك. فنتفق معاك ده في الايام الجايه يجي لنا عشان نعمل له اللابروسكوبيك كوليسيستيكتومي كالمعتاد. الواقعه الطين بقى لو انا جيت عملت حكايه المنظار دي وفشلت ان انا اطلع الامباكتد ستون او الحصوات كانوا كتير، اعمل ايه؟ مضطر تلجا للاوبن سيرجري. الاوبن سيرجري بقى هتكون في شكل ايه؟ لو فشلت الحركات المناظير والاساطير والكلام ده في انها تعالج المشكله هنعمل عمليه اسمها اكسبلوريشن اوف كومن بايل داكت، افتح بطن العيان واشوف، افتح بطن العيان واشوف، وبعدين هفتح بطن العيان واشوف الكومن بايل داكت واروح فاتح فتحه في الجزء ده اللي فوق الديودنم اللي اسمه السوبرا ديودنال بارت اوف ذا كومن بايل داكت، واروح داخل جوه الفتحه اللي عملتها في الكومن بايل داكت واروح شايل الحصوات. طيب تبقى اسمها ايه بقى العمليه دي؟ انت بتشيل حصوات من خلال فتحه في الكومن بايل داكت، ترجمها لي
على فكرة أسامي العمليات هنا وان جزمة هم تبيض مش هتعرف تحفظها إلا إذا كنت فاهمها. بص بقى، مبدئيا أنت بتشيل أي حصوة من أي حاجة في الدنيا، نص العملية الأخير لايسوتومي. لايسو يعني حصوة، وأوتومي يعني فتحة. فأنت هتشيل أي حصوة في التاريخ من أي حتة، من كدني، من رينال بلفس، من يورتر، من رينال بلادر، من كومن بايل داكت، اخرها انا بشيل حصوه من خلال الفتحه، يبقى لايسوتوم. تحط قدام اللايسوتوم بقى مين؟ انت بتشيل حصوه دي منين؟ واحنا اتفقنا كومن بايل داكت يعني كولي يعني بايل، وداكت يعني دوق. فانا كوليتيكو ولايسوتوم، فكوليتيكو يعني كومن بايل داكت، وهشيل منه حصوه من خلال الفتحه تبقى كوليتيكو لايسوتومي. طيب بعد كده طبعا الحصوه اللي كانت هنا يا جماعه كانت عامله ستيزس وانفكشن وبلاوي، فلازم الكومن بايل داكت دون اعمل له درينج. بحط في الفتحه بتاعتي انبوبه فور درينج عامله زي حرف التي، الطرف بتاع التي اهو جوه البايل داكت والطرف الثاني طالع بره جسم العيان. الانبوبه دي بقى فور درينج اسمها ايه؟ كوليدكو اللي هو كومن بايل داكت، وعامل فيه اوستومي فتحه فور درينج. يبقى حكايه ان انا احط تي تيوب ده فور درينج دي اسمها كوليديكوستومي. الحكايه ما خلصتش، ما دام انت فاتح بطن العيان بقى، الجزمه اللي بتضربنا بالطوب دي لازم تتشال. الجزمه دي اللي قاعده بتحدفنا بالطوب وعملت لي المشكله الكبيره دي لازم تعمل كوليسيستكتومي. فدي عمليه بثلاث خطوات، استكشاف يعني اشوف الكومن بايل داكت، وبعدين بقى رحت فاتحه وشايل الحصوات. دي خطوه الاولانيه كوليديكولايسوتوم، درينج اوف ذا بيلياري باسج بتي تيوب تبقى كوليديكوستومي، وبعدين اللي بتحدفنا بالحصوات رحنا شايلينها الكوليسيستكتومي. ويبقى ده التريتمنت اوف كومن بايل داكت ستون وزاويت اوبستراكتيف جوندس. لو في اوبستراكتيف جوندس دي ليها وضع تاني في الفيديو القادم. Thank you for good listening and good luck.